هيحصل فيه ازمه. انت لو بتلاحظ معاك الكوسه معاك البطاطس ومعاك الطماطم، احنا ركزنا على الثلاثه دول عشان دول اللي عليهم الطلب اكتر حاجه، ودول اللي بقى فيهم ارتفاع اسعار كبير. احنا من خلال وقتنا الضيق يعني حاولنا نوصل الفكره بتاعتنا، فكره مشروعنا. المشرف بتاعنا طبعا دكتور مهتاب جمال، حاولنا من خلال كده يعني اسلوب مبسط نشرح الفكره وزمايلي هتشرح الفكره. اتفضل. انا جايه اقول لكم ان انا حاجه اساسيه في كل طبخه ومكون اساسي في طبق السلطه، بس الحاله ده حر بيا، حبه طالع حبه نازل، ويمسكوني وينقوا فيا، ويحد ما يفعصوني يا ريتهم في الاخر بيشتروني، لحد ما البياع ما زهق قرر انه يخلي الفرن بدل ما هي ببلاش تبقى بفلوس، وانا سموني مجنونه من فراغ. على فكره يعني انت مش مجنونه لوحدك يا طماطم، فانت لو مجنونه انا اجن منك، وانت لو متضايقه ان الفرجه بفلوس انا خلوني شبكه للعروسه، يرضوك ابقى شبكه للعروسه؟ لا طبعا ما يرضنيش، ده انا بعد ما كنت في كل بيت وبتكي من البسيط والغني دلوقتي بقيت اتحط في الشمس لحد ما اتبلى، يا اما يبيعوني بنص الثمن يا اما ترمي. يلا اهو ده الحال يا بتصاي يا اختي. معلش مشاكلكم دي انا ماليش دعوه بيها، هو كل حاجه التاجر التاجر، ما نشوف سواق النقل هو السبب في كل ده اصلا. ارتفاع اسعار، انا ماليش اي ذنب في ارتفاع الاسعار، ده انا مجرد وسيط بنقله البضاعه من المزرعه للسوق، وبالنسبه ل 50 جنيه اللي احنا زودناها على الحموله فده عشان الحكومه هي اللي رفعت عنان البنزين. طبعا احنا لاحظنا ان المشكله دي زي ما قلت لك من زمان، وبدايتها من 2010 وقبل كمان من 2010، بس احنا هنركز من 2010 2015 2018. بس المشكله او الحاجه اللي احنا ركزنا عليها 2018 عشان حصل فيها ارتفاع اسعار كتير، ازمه بطاطس طماطم كوسه. احنا لو لاحظنا زمايلي من خلال الشو او من خلال التقديم اللي هم قدموه الفكره البسيطه، ان الاسعار او كل حد بيدي السبب لحد تاني، يعني الطماطم كوسه بطاطس، بعدين لا التاجر بيقول لك انا مش المشكله من عندي، مشكله السواق، السواق يقول لك لا المشكله مش من عندي، مشكله الحكومه غلت البنزين. احنا في مشروعنا مشروع مجانين في صناديق بنركز على المشكله منين الاسباب والحل ايه، وبنحاول ان احنا نطرح حل من خلال المصادر، من خلال مندور على الاسباب ايه، مندور على حلول. هي دي مش فكره المشروع بتاعنا، يا رب تنال اعجابكم.